ما شاهدناه أن يعني مراسيم عاشوراء لهذه السنة شكلت فارقاً عن المراسيم السنوات الماضية. نحن في النجف كنا نلاحظ ظهور بوادر لمعارضة السلطة أو كشف يعني نقاط الضعف في إدارة الدولة في كثير من الملفات السابقة، كما ورد في تقرير برنامجكم في قضايا داعش، مواجهة داعش، في قضايا الفساد أيضا. ولكن في هذا العام اتسعت رقعة هذه المواجهة لتنتشر في كل مكان وفي كل محافظة، وأصبحت ظاهرة يعني أكثر من أي سنة ماضية. حتى المضايقات التي سمعنا عنها بإزاء عدد من المواكب الحسينية في النجف وفي غير النجف أصبحت أمام هذا المد غير لا تستطيع المقاومة، وكأنها قد انتقلت إلى إطار شعبي وليس إطار تشريني بحت. ما لاحظناه من موجة ساخطة وغاضبة ضد السلطة في القصائد الحسينية وفي الردات الحسينية وفي المواكب وفي كل المراسيم هي ظاهرة شعبية أكثر مما هي ظاهرة تشرينية، وكأن